كلوب عاطف تخيل نواصلوا حوارنا مع عاطف قدوم البلبولي، كيفاش قد قبلتوه وقتها في الوقت اللي فما زوج حارس ممتازين كانوا ابناء النادي انت وسيف؟ كما قلت لك ما عليك تتقبلوا، ما جاب لك جارديان اسمه ايمن البلبولي جارديان، لو انه زوج جاء وقتها مع ايمن جاب الله. ايمن جاب الله كل ما نحكي على البلبولي، نحن تو انت ثبت لي على البلبولي، قلت لك جارديان انترناسيونال حتى واحد ما ينجم يشك في قيمته. ما نجموش احنا دي جارديان نقولوا علاش جبت ايمن بلبولي ولا جبت، بالعكس جبت ايمن بلبولي انت توري اللي انت لازمك تخدم واللي انت لازمك تلعب في النادي الافريقي. انت اقدم من ايمن بلبولي في النادي الافريقي، صحيح ايمن بلبولي ولد النادي الافريقي ما خرج صغير من النادي الافريقي، انت تعديت عليك كيف كيف سيف نحكي معنا تعديت علينا الليكيب سينيور، تعدينا بالمراحل كل في النادي الافريقي، تاخذ من عنده الحاجات الباهيه وتتعلم من عنده وتكمل تخدم على روحك. وكهو كما قلت لك احنا ما احنا دي جارديان ولا اي جوار ما نجمش يدخل في الشواء نتاع لونترونور ولا نتاع مسؤول. علاقتكم به كانت باهية؟ بالعكس علاقتنا باهية برشا معاه وانا بالعكس علمنا من عنده، حتى صحيح ما بقاش معنا بيرود كبيرة مي واحد اخذ من عنده برشا حاجات باهية. حسيتوش في وقت من الاوقات متكبر شوية لعب وقت اللي يحب؟ لا لا عمره ما يحبش يقعد على البنك في بعض ماتش توال، نتفكر ما حبش يمشي ماتش توال ايمن ما عمل اوبيراسيون وقت عمل اوبيراسيون الراجل كيفاش يمشي يلعب عنده عمل اوبيراسيون ما اسمعني قط عمل كان وقتها الاوبيراسيون ما كانش لازم بالحق. انا لعبنا ماتش مستير اميكال قبل بجمعه من ماتش من الماتش هذيك ايمن ما نجمش يكمل 200 ثاني، معناها 200 ثاني دخلت انا وقتها ايمن تحس وجيعة كبيره كبيره وقتها في الليل سمعت اللي ايمن عمل اوبيراسيون ماهوش انسان مش يتهرب من ماتش ولا ما. ليه بالعكس برشا مرات كنت قريب من السياسية ساعات صحيح ولا بالنسبة طلبوك برشا مرات ظهر ان بيرسونال مو مكلم انا مكلمني حتى واحد من السياسية لما عارش يمكن صار دي كونتاكت مع الاجون تاعي يمكن ما انا مكلمني حتى واحد انا مكلم بالنسبة لي انا مكلمني حتى واحد. وصلوك عروض في السعودية؟ صحيح وصلني زوج عروض مي أن الفلوس ما كانتش معناها ماهيش الفلوس اللي تخليك باش تمشي تتغرب وتخلي صغارك باش تمشي تلعب. وقتاش هذو؟ وليت عام ناول بعد الضربة بالضبط. بعد الضربة ولا بعد الضربة؟ بعد الضربة بعد هي ليلة الضربة جاني ليلة معناها جمعة الضربة جاني أوفر جاني أوفر باهي وباش نمشي وأنا باش نقصد ربي جاني كيما نقولوا احنا جاني أوفر نهار الجمعة نهار السبت ضربت. منين الدرجة الأولى والثانية؟ جاني في الدوري الممتاز او اللي جاني مره الاولى شنو هي جمعيه؟ ما هذا ما نجبدوش اسمها جمعيه. جاني الاوفر هذاك ومن بعد في الضربه جاني اوفر من الدرجه الاولى بعد الضربه. باهي احنا حكيت على الضربه انت ظهر لي الحادثه هذيك 31 مارس 2018 تجاوزتها ظهر لي عاطف، شكون وقف معك وقتها؟ والله وقف اول حاجه نشكر عائلتي ويعني نشكر مرتي اللي وقفت معايا برشا تعبت برشا وفي سورتو خاطر بيريود صعيبه تعديت بها. نشكر اصحابي تدا اللي وقفوا معايا وقفوا بالحق فما اصحابي وقفوا معايا تقول اكثر من اخواتي معناها عندك وسام يحيى صابر خليفه زهير ذوادي بلال العيفه غازي مع حمزه حتى كسرت انا معناها اصحابي القراب لي فما مسؤولين من انت كي تشوف تونس الكل انا بالحق عمري ما كنت نتصور انا اللي معناها باش تلمنا ولا بحاجه كيف هكاك باش تلمش معناها باش العباد تتلم وتجي تشوف عاطف كيف شنو صار فيه فما معناها من تونس الكل العباد كلها وقفت معي فما انسانك معناها اليوم مش نجبد اسمه صحيح اللي نجم نكون انا ما مش وقته باش نجبد اسمه وما يوقف معايا مش لو كان كل واحد وقف معايا راه مش بلازم يكون وقف معايا ماديا فما حتى كي كلمة يقول إن شاء الله ربي يشفيه معناها السما بالنسبة لي أنا السما وقف معايا فما إنسان وقف معايا معناها وقفة عمري ما كنت نتصورها باش يقف معايا اللي هو سي وديع الجاري بالحق وقف معايا ماديا معناها ولا شنو بالضبط؟ في كل شيء ماديا ومعنويا فما وقتها نتعدى بيريود خايبة نتعدى برشا حاجات خايبة وقف معايا في
ما انت انسان كتشوف تلقاه انسان يوصل لك الكلينيك قبل ما توصل داركم، قبل امك، حتى قبل ما امك توصل للكلينيك تلقى رئيس الجامعه موجود غاديك، مالك ان معناها واحد يشكره ويحترمه اكثر. وزاد ما نحكيش على جمهور نادي الافريقي بالحق، على خاطر تشوف المساجات وتشوف التليفونات الى يومنا هذا، الى يومنا هذا يلعب تسال عاطف صبا، معناها الضربه ما عادش في مخك. عمر ما كنت نتصور جمهور نادي الافريقي وقتها كان مش هو جمهور نادي الافريقي عاطف اليوم ما يرجعش يترين بالحق، ما نرجعش نترين وما نرجعش نقف على ساقي، على خاطر انا في مخي وقت باش نبطل الكوره. اي انا جست مو عارف شفتك من غدوه بعد الضربه، انا قلت الحقيقه وقتها، قلت صعيب انك باش ترجع حتى تكوي، خلي باش ترجع النيفو نتاعك الباهي. ظهر لي برشا دروس ناخذوهم في الحكايه هذه اللي صارت معك. بالحق انا بعد ضرب، بالحق انا كي تضربت معناها اول حاجه ما كنتش نتصور روحي باش نعيش، مش باش نرجع نكور. حتى كي تضربت وماشي في الامبيلونس نقول يا ربي نوصل، غير نوصل حتى كي ربي مشى زمان نحب نشوف بنتي، على الاقل اخر بشر نحب نشوف ونشوف بنتي. وصلت الكلينيك، ما انا ما شفتش وجهي، على خاطر نحكي مع الاولاد نقول لهم، نحكي مع وسام ونحكي مع صابر نقولوا صبا وجهي لاباس، معناها شنو فما نشوف. كان في صابر شاد وجهه وشاد راسه يبكي، وسام هز روحه ومشى، معناها الاولاد اللي يجي يشوفني يمشي، مانيش نقول ضربه خطيره وكي، ما صورتش بالفاسون هذيك، ما صورتش اللي باش تكون، من انا وجهي ما شفته كان في كيم هابطيني في الاسانسور باش نمشي نعمل راديو على راسي. فما عباد صورتهم ياخذوا معاك وقتها ما خيبوا ظنك؟ لا بالعكس والله العظيم، لا حتى فما عباد صارت بيناتنا معناها حتى سوء تفاهم صار، لا بالعكس جاوني عباد من جمعيات الكل. مثلا شكون كنت متعاك انت شويه هكا متنابزين وجهك؟ ما نعرفش انا، يمكن اخذر لي. انا اليوم نحب نحكي على منتصر الوحيشي، منتصر الوحيشي نجم يكون هو وقتها موصلين علي انا كلام اللي انا راني يمكن حكيت فيه ولا حاجه، وانا نجم يكون هو عنده الحق وقتها اللي متغشش مني، وانا نقول علاش البشر هذاك متغشش مني، وانا نقول انا متغش على منتصر، ومنتصر يقول لك انا مانيش غلط، وعاطف يقول اللي انا مانيش غلط. انا عمري ما كنت منتصر فور اكزامبل، نقول منتصر الوحيشي باش يجيني، بالعكس منتصر الوحيشي جاني، معناها انسان ظهر ولد عائله كبيره، انسان بروفيسيونيل في كل شيء، جاني وجاني للكلينيك وبالعكس حكى معي كلام اللي معناها مورالمون واحد خلاه، معناها خلى واحد باش ماذا به يقوم وقتها. الحمد لله كيما قلت لك، الضربه اللي صارت العاطف ماهيش نتاع واحد باش يكون، مش بالسهل باش ترجع تكور بالحق، مش بالسهل. عديت دوب ما قمت من ضربتي ونجمت باش نرجع نترينا، كلمت عادل همامي بالمناسبه هذه نشكره، وقف معايا برشا في، عديت بصيف كامل نترينا معاه، وقلت له اني انا واحد من الناس ما عنديش حاجه اخرى، يا الكوره يا بطال، ما عندكش حاجه اخرى انت باش تعمل، انت انسان جوار بروفيسيونيل ما تنجمش تعمل حاجه اخرى، وانت تكور ما تنجمش تعمل حاجه اخرى، يا باش تعمل حاجه يا باش تعمل قهوه يا باش تعمل. وقتها انا ما عنديش باش، معناها ما زلت حكيت مع عادل همامي قلت له لازم نرجع نترين على روحي، لازم نرجع اقوى من قبل، وذاك اللي صار. هذاك واحد حاجه كما دمني ما متش، لازمك ترجع ترين وتكمل تخدم على روحك. تجوزتها نهائيا اليوم؟ نسيتها. نسيت الضربه، مي فما الدات هذيك تذكرك، الضربه بتاع عاطف وفات، مي الدات هذيك خايبه تذكرك في اخيب من اللي صار لعاطف اللي هو موت عمر. الله يرحمه. معناها بالنسبة لعاطف ما نظنش الوجيعة نتاع الوجيعة اللي صارت لي في وجهي، ما نظنش باش تكون أكثر من الوجيعة اللي صارت كي سمعت باللي فما إنسان. أنا وقتها ما نعرفش اللي عمر توفى ولا قالوا فما طفل توفى نهار ضربتك أنت، طفل توفى بالحق تقول لضربتي أنا هاني باهي أوكي، أنا عاطف قام ورجع ولابس عليه ورجع يكور، مي عمر عاطف عمر اليوم مش موجود معانا. 30 ايام مارس بالنسبه لي انا ماهيش، ما تسمش ضربه عاطفي ضربة الخايبه، بالعكس تدخل اخيب حاجه صارت 30 ايام مارس هي موت عمر الله يرحمه. فما ديزيرف انترفونسيون على فمك عملتهم ولا مازلت؟ لا مازلت. قلت فما شكون وعدك كان باش تعملهم والتاولة تنفذوا؟ لا فمش وقت، ما خاطر انت كي باش تعمل الاوبيراسيون على فمك فما ديزيتاب، ما تنجمش ما دامك تلعب تو ما تنجمش تعملهم،
خاطر باش تعمل العمليه الاولى لازمك ترتاح شهر ومن بعد معناها فما فما معناها جوست وقت امور وقت امور وقت امور وقت. باهي نحكي شويه على المنتخب بعد في زوج تلبسات الاخرين مع المنتخب كنت موجود في القائمه هكا ولا موجود ظهر لي حاجه ذي اول مره نشوفوها اول مره اول مره في ليكيب سينيوري. باهي رغم اللي كانت معناتها في منتخبات الشبان ديما موجود بعد اخت المنتخب الاول ماهيش كبيره برشا بيان سور مادامك ماكش تلعب فما خاطر انت عديت بيريود ماكش تلعب ساعات تلعب ساعات ما تلعبش ما نجمش عيط لكونتونور ليكيب ناسيونال يقول جارديان مره يلعب مره ما يلعبش ما نجمش تكون موجود في في الليفكتيف تاع ليكيب ناسيونال. السنه جيت اول حاجه معناها انا او يمكن سيلاسد اول حاجه اول كونتاكت صار بيني انا وياه قال لي راه عندك اوبجيكتيف نتاعك السنه اللي هو ليكيب ناسيونال اول ما انا مازلت نحكي انا وياه قال لي عندك اوبجيكتيف نتاعك السنه انك انت تمشي ليكيب ناسيونال ما دامك انت جارديان الاول تاع الكلوب افريكان يلزمك تكون في ليكيب ناسيونال كما تخدم على روحك انسان حكى معايا انسان خلاني نزيد ندز نخدم اكثر انسان هو وانا وعادل النفزي كما قلت لك وكهو الحمد لله يا ربي واحد حاجه كيف كيف باش تعيط لك ليكيب ناسيونال وتكون موجود في الليست نتاع ليكيب ناسيونال حاجه تشرفني وحاجه بالعكس تخليني نخدم على روحي و... قلت لي ماكش تلعب هو فما شكون في المنتخب ومش يلعب مثلا جارديان معز حسن تحسه مدلل مثلا في المنتخب مش موجود معز اي اليوم مش موجود ما كان موجود وهو مش يلعب استاج اللي فات كان موجود سبحان الله معناها واحد كي ما عارش تعدى بيريود خايب معناها ماذا بينا ليكيب ناسيونال باش هي اللي تحاول ترجع الانسان هاو انت ما رجعوكش مثلا ما هذيك حاجه قلت لك هذيك شوا نتاع انترونور راني ما نجمش بالحق راني انا نحترم لي شوا اللي يصيروا ما نتكلمش ما عارفش مانيش باش نكون نعرف خير منه وانا باش هو ما يعيطش العاطف ولا ما يعيط وهذيك تقعد تقعد اختيارات نجم نقولوا لي جارديان تاع اسبيرونس مفروضين شويه في المنتخب لا ولا لا احنا شوف احنا انا ادي جمعنا ما عنديش برشا كيما قلت لك مشيت ليكيب ناسيونال معناها يمكن زوز هذا ثالث ستاج معناها مشيت الستاج الاول الستاج الثاني الشان وبعد رجعت مع هذا باش نمشي له ثالث لا بالعكس الناس الكل احنا وقت اربع جارديانات الناس الكل تخدم كيف كيف الناس الكل موجودين اللي حاضر يزازي واللي انا واحد من الناس معناها كي تشوف انت معز اخر ماتش لعبه بحكم الاقدميه المعز موجود في ليكيب ناسيونال اقدم مني انا في ليكيب معز لاعب في ليكيب ناسيونال معناها اي انا اونترنور في بوقت باش نلعب معز معناها كيف علاقتك توا فاروق ومعز؟ بيتان وفاروق ديجا ومعز معز خويا هذاك خويا صغير و... فكيت بلاصه معز خاطر في بالك كان فاروق يبات مع معز خاطر معز وقتها تضرب انا وفاروق قاعدين بيتان وياه من اللي احنا في جونيور ديما انا وفاروق ما عرفش استاج هذا طارق انا معز على فاروق شكون جبت معاه بي عاطف الوضعيه في الكلوب توا صعيبه شويه مو فلوس ما عادش لوحته بالقريب اول الاسبوع لا ما صارش منه الحكايه تسمع فيه الكل وما فهمش منه لا بالعكس حابين نعرفوا اللي قاعد يصير تو في النادي الافريقي معناها بريود صعيبه برشا قاعد تعدى بها جمعيتنا مانيش نحن اليوم باش نحطوا الاعصاب العاجله ونقعدوا نتعاركوا قد عندكم مش خالصين تو خمسة شهور فما كويزين انترن هذاك اللي خلي خطرات فما كلام خرج حتى انت معناتها باش تشكي لجنه نزاعات فما حتى انت طلع اسمك وملاعبين اخرين كيما غازي ظهر لي زاد وفما شكون شكاه هو يلعب مثلا زكريا العبيدي البارح حكمت لجنه نزاعات زكريا العبيدي ولا اللي باش يحكيوا فيه خويا احنا فما انا انت جوار بروفيسيونيل جوار تلعب في جمعيتك وجوار هذاك معناها الحاجه تسقط منها هذيك فلوسك اللي باش خاطر الكارير تاع الجوار كارير صغيره معناها انت عندك فلوس باش تاخذها من جمعيتك نجم تطلبها من رئيس جمعيه وتنجم تطلبها معناها اخر حل هذاك كي انت تلقى الانسان الناس اللي تحكي معاهم ما همش عاملين لك قدر وما همش حاسبينك في فلوسك وقتها انت لازمك تمشي تشكي انا والعبيد راهي تمشي تشكي ماهيش تشكي باش تاخذ فلوسها تشكي باش تضمن حقوقها ماهيش تشكي معناها انا فور اكزامبل انا ما شكيتش ومانيش باش نشكي وما نشكيش معناها غلط الكلام اللي خرج انا ما عمري ما صارش منه سمعته اكيد انت الكلام والله منك نسمع والله العظيم خاطر ما صارش منه جمله وما مفهمش منه بالحق مفهمش منه شنو مش نمشي نشكي وحتى واحد باش يمشي يوصل يشكي ويزمك تتعدى تحكي مع رئيس جمعيتك وتحكي مع تقول انا يزمك توصل الحل قبل ما توصل الحكايات هذه انت قلت لي على زكريا العبيدي وحكيت لي على الاولاد ما سمعت معناها كيف الناس الكل هذيك تقعد حاجه تخصه هو ما
الملاعبية تنجم تعاونوا وانت في ولاد الجمعية تسمع فما كونت تعمل البارح غادي يبداو حتى العباد بدا تصب فيه الملاعبية باش تنجموا تعاونوا انتم نعاونوا كيما تعاون الناس الكل معناها اللي بالكل ما تصيح في النادي الافريقي مش الناس الكل تخلص كيف كيف انا اللي باستطاعته اللي نجم يصب 100 اللي يصب مليون اللي يصب كل واحد اللي يصب 500 اللي يصب 300 معناها فما امكانيه للملاعبيه حتى الملاعبيه يصبوا بيان سور الجمعيه معناها مادام نلعبوا في النادي الافريقي ومادام معناها فما عباد تصب معناها عبد باش يمشي يشرب حق حليب البنت ومشى يصب مشى يصب في الكونت تاع الكلوب معناها مانيش باش نكونوا ماهوش باش نحن نكونوا خير منه ولا بيان سور باش نعاونوا الجمعيه حكيتوا فيها معناها الحكايه هذيا جست معناها تنجم تصير وكا باش تصير معناها فما لي كادر تاع الجمعيه باش نتلموا بعضنا وفما مونتون معناها نحكيو مع وسام وزهير وصابر ومعناها مش كل واحد باش يقولوا قداش صب معناها باش يصير المونتون باش يتلم ويمشي يتصب على روحه للكونت معناها متاكد الملاعبيه باش يلموا مونتون باش يصبوا باش يتلم المونتون باش يتصب لجمعيتنا رغم الظروف هذه الصعيبه لانه البدايه نتاع الكيب كانت باهيه في الشامبيون تو 9 نقاط اذا كان ما يحسبوش 6 نقاط معناتها بدايه باهيه شنو اضاف لسعد الدريدي؟ شوف سي لسعد اول حاجه حكى معنا في معناها نحكيو على الكوره نحن فما مشاكل صايره لبرا من النادي الافريقي اللي هي مشاكل اداريه وفما انت كان تحب تخلط المشاكل الاداريه بالمشاكل في التيران تو ما نعملوا حتى شيء تو نقعدوا معناها نكتفوا يدينا والناس الكل تقعد تتفرج وحتى شيء عندنا حلين يا باش نتبعوا المشاكل والناس بنقعدوا نسمعوا المشاكل اللي صايره في النادي الافريقي في الاداره معناها الحاجات اللي قاعده تصير نتاع الخطايا وكل شيء ولا باش نخدموا على رواحنا ونقدموا نكملوا نخدموا على رواحنا والناس الكل تقدم وتنسى المشاكل عندك حل نحن اخترنا الحل اللي نحن نسيو مشاكل الجمعيه ونخليوها للعباد اللي تنجم تفض المشاكل تاع الجمعيه نحن شنو عندنا عندك تيران انت تجي تترينا كل يوم ساعتين ولا قداش باش تترينا تعطي حق روحك وحق جمعيتك وتروح على روحك تنسى المشاكل اللي صايره في الجمعيه حسيت تعب مشي حرام كنت نحاول تنقات لا بالعكس نحن خدمنا معناها خدمنا على روحنا تعب على روحنا نحن عدنا ثقه اللي سي بوان ان شاء الله باش يرجعوا رجعوا ما رجعوش مازالوا ماتشوات جايين وعندنا ثقة في الجروب نتاعنا وعندنا ثقة معناها نعرف اللي صحابي رجال ونجيبوا الأطراح بقدر ربي ونعوضوهم إن شاء الله. واضح ما عادش عندنا برشا وقت عاد في 3 دقائق نحب نكملوهم مع الكويز. الكويز. عاطف مجموعة من الأسئلة جاوبنا من غير ما تفكر برشا. نعرف سمعتها مع أنيس قبيلك ولا لا؟ شكون تعتبر أحسن جارديان في تونس توا؟ إذا نحيو عاطف الدخيلي معناها نحسبوش. فاروق بن مصر. احسن جارديان في تاريخ تونس عطوك افضل لاعب تونسي تاو ليس صغيري افضل لاعب في تاريخ تونس عطوك لاعب تشوفه قادر ينجح في الاحتراف تاو في تونس ياسين الشماخي اقرب لاعب ليك وسام يحيى افضل مدرب تونسي فوزي بن زارتي ولسعد الدريدي افضل مدرب دربت عنده جارديانات تحكي ولا انت زوس مساج جارديانات عندك عادل همامي وعادل نبزي مدرب عنده فضل عليك فوزي بن زرتي وبن شيخ ماتش ما تنساش فتح الرباطي هدف ما تنساش بنجاح في سوس دقيقة 90 قلت لي فتح الرباطي علاش فتح الرباطي كنا انا كنا ماتش 0-0 عملت صارت هفوة مني جبت بيلانتي وتشوف الجمهور نهارتها اللي جاء بالحق تدوخ تقول تصور انت الماتش هذاك وتخرج انت خاص ونهارتها صحابي بالحق تقول حاسين بي انا اللي يلزمهم يجيبوا الطرحه هذاك اللي انا اللي طلب في وقتها سماح من الجمهور هذاك طلب منه سماح من الجمهور بونتو كنت لازم تشده وما تعرفش كيفاش دخل بونتو عامل مستقبل جابس كيفاش البونتو؟ بونتو فراب من البعيد ما تصورتهاش معناها مشي شو هذا كيف الهيفلي لا شو اسمه الترونجي اللي عندهم اللي كان في الاتوال درامي درامي حلو هدف مدينة لو كان كنت انت سجلته بونتو نادر غندري كونتر الاهل بعد الكلوب اقرب جماعة عليك شنو؟ الجندوب حاجة فيك ما تعجبكش الغش احسن لاعب في العالم ميسي احسن جارديان بوفون احسن مدرب في العالم غوارديول جمعيه طموحك توصل فيها البرسا القدوه نتاعك القدوه نتاعي بابا
انت جاي خام تقول زعما شنو يسالني ليه بالعكس جمله ولا ليه تيك صح عاطف تخيلي كانت هذه الكويز الكويز دونك يعطيك صحة عاطف مشكور اليوم شرفت بحضورك بحثنا في زون ميكس مرسي بعيش خويا ربي فضل يلتحق بنا امير الدريدي بعد شويه باش يتسلم المصدح هلا بيك امير عسلامة سلام سلام كل جمعة نلقى هاي حلوة كل جمعة نلقى واحد كلوبوست حاجة هايلة على الأخير وأنت ما تحبش كلوب جملة 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 وأحسن جارديان في تونس عاد في التخيلي أنا مانيش موافق على الجملة نتاعك دونك شو عندنا أمير اليوم؟ ألو اليوم حاتم الجزاني شاعر حاتم الجزاني باش يكون بحضينا في ساعتنا الأخرانية كضيف سي نو توت ليكيب كالعادة في ساعتنا الأولى سندا العريفي وسيم البكوش وريما نقاش وأمير دريدي كالعادة في الإخراج مش أنيس معانا باش يكون أماني بن نصر يعطيك صحة شكرا لك أمير الدريدي بعد شوية سنوات ستار إكسبريس شكرا لأنيس جويني كيف كيف يعطيك صحة عاطف تخيلي شرفتنا بحضورك اليوم نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس التوقيت من زون ميكس من مات 3 حتى 5 متاع عشية إكسبريس أفير زون ميكس باقي في صنعة الكليماتيزور ينفخ مصباح لليل لا يا بابا ما تخافش لقيت لك الحل بشرت حكم الكونسوماسيون الزايدة اللي جينا في فاتورة الضوء ما تقوليش مش بيع الكليماتيزور نعرف طلعاتك تي ليه يا بابا ما سمعتش بانرجي فاميلي تشالنج اشني انرجي فاميلي تشالنج زادة هذايا كونكور ديو رياليتي يا بابا جينا ديز اكسبير